كانت الزميلة دينا سالم أيضا أستاذ عماد تحدثت عن أهم ما يأتي في على أجندة هذه الزيارة، وتحدثت عن الوضع في السودان والأوضاع السياسية في السودان، ربما تأتي من أهم ما أهم البنود التي تأتي في هذه الجولة وفي المباحثات الدائرة بين كل من وزير الخارجية الأمريكي ووزير الخارجية المصري. في رأيك ما هي أهم النقاط التي يعني تمثل توحيد الرؤى المصرية والأمريكية فيما يخص الوضع في السودان؟ الرؤية الأمريكية فيما يتعلق بالسودان، كما نعلم كان هناك خلافا كبيرا بين الإدارات الأمريكية المختلفة وحكومة ما قبل الثورة في السودان مع عمر البشير، وكانت هناك عقوبات دولية ومنع من السفر وطلب لمحكمة الجنائية الدولية إلى آخره، إلى أن سقط نظام عمر البشير وجاءت الثورة، ثم حدث ما حدث من انقسام بين المؤسسة العسكرية و المجتمع المدني او القوى المدنيه السودانيه. الولايات المتحده انحازت الى حد كبير في البدايه الى القوى التغيير السوداني، لكنها اقتربت كثيرا من النظام، من المجلس الاعلى للقوات المسلحه والمجلس العسكري وفريق البرهان، لانه وقع او اقام علاقات مع اسرائيل، وهذا التطور كان تطور امريكي وشرط اساسي للتعامل الامريكي مع السودان ومع البرهان ومع المجلس الاعلى للقوات المسلحه ومع الافراج عن اسقاط العقوبات المفروضه على السودان في الولايات المتحده، ان يكون هناك صلحا مع اسرائيل، وبالفعل حدث هذا الصلح وهذا الاعتراف، وبالتالي ده محور اساسي. الموقف في الولايات المتحده المعلن حتى الان اكثر ميلا الى المؤسسه الى قوى المجتمع المدني، ونعرف انه كانت هناك خلافات كبيره بين قوى التغيير وبين المجلس الاعلى للقوات المسلحه، الى ان تم قبل اسابيع قليله توقيع اتفاق تقاسم السلطه وتنظيمها في الفتره المقبله. الولايات المتحده والامم المتحده وبعض الدول الغربيه تؤيد هذا الصلح وتطالب بان يكون هناك يعني تسليما قريبا للسلطه في السودان للقوى المدنيه واجراء انتخابات بعد نهايه الفتره الانتقاليه اللي مفترض تقدر باقل من عامين. هذا هو الموقف الامريكي، فبالتالي الاساس فيه هو دعم يعني علاقه مع اسرائيل، ثم تاييد القوى المدنيه على حساب المجلس الاعلى للقوات المسلحه. هل هناك تفاصيل؟ نعلم ايضا كانت هناك مشكله بين اثيوبيا والسودان وصراع على منطقه حدوديه اضافه الى سد النهضه، لكن راينا ابي احمد رئيس الوزراء الاثيوبي يزور السودان قبل ايام، وتعود العلاقات الى حد ما افضل مما كانت، خصوصا انها كانت مرشحه لتطور عسكري، اشتباكات عسكريه حدثت بالفعل. برضو ايضا الوضع في ليبيا مثله في السودان، المشكله في السودان اعمق من الادوار الخارجيه، لانه الانقسامات للاسف الشديد في السودان ليست فقط بين المكون العسكري وبين المكون المدني، ولكن للاسف الشديد ايضا حتى على مستوى التوحد والاقاليم نرى الصراعات تعود احيانا الى دارفور، في منطقه كردفان، في قصص، نعم، في مناطق كثيره. يعني نتمنى ان يعود السودان اكثر توحدا وتماسكا لمصلحه السودان الشقيق، ولانه مصلحه استقرار السودان هي مصلحه مصريه بالاساس ايضا.